لو الحكاية فيها إن فيتو. خذوا منه قابلة العلاجات هي بتهدي كل السلاح ده للسيد نائب رئيس مجلس الوزراء السيد القادر العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وبيقولوا له يعني بيفكروه وهو يعلم تماما ان بدو سينا هم برضو ما زالوا المسؤولين عن تأمين البوابة الشرقية لشبه جزيرة سينا، واحنا طبعا معاهم قلبا وقالبا. وده تعتبر يعني مرحلة أولى، وإن شاء الله هيتبعها مراحل ثانية وثالثة إن شاء الله للقبيلة، وفي نفس التوقيت بقية القبائل ال 11 اللي هم موجودين فيه. في